طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، والبدء بأهم العناوين. دعوة للدفع بتجميع القرى. دعوة لتعزيز التنسيق بين الشعب والجيش في التنمية. تقوية العلاقة بين الادعاء العام والشرطة والمحاكم في تسني. مجلس الأمن يدين الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. إيران تفرض عقوبات انتقامية على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي. سعي الروسي الصيني من أجل عالم متعدد الأقطاب. من العناوين إلى التفاصيل. دعا حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد مانتايد للدفع بعملية تجميع القرى لتمكينها من الحصول على الخدمات. وأوضح لدى لقائه في عصب مدراء 30 ضاحية في الإقليم أن إدارات الضواحي باعتبارها الهيكل الإداري اللصيق بالشعب عليها العمل بتفاني لتنفيذ تعليمات وبرامج الحكومة. وناشد لجان إدارات المياه في القرى لمتابعة وإدارة مشاريع المياه والعناية بها والعمل لصيانة الأعطال في أوانها. وقدم شرحا موسعا حول برامج العام الحالي وبعده في جميع المجالات، وحسا للمشاركة والمساهمة الشعبية لتنفيذها وقيام إدارات الضواحي بدور طليعي. وقال إن عدم حل المصاعب في أوانها يؤدي إلى ضغوطات كبيرة ويجب منحها الاهتمام الكبير. وقدم مسؤول مختلف المؤسسات الحكومية توضيحا في الاجتماع حول برامجها المستقبلية ودور إدارات الضواحي فيها. دعا قائد القيادة الوسطى العميد تخليك فلاي تعزيز التنسيق بين الجيش والشعب للدفع بحزمة برامج التصدي. جاء ذلك في الحفلات الترفيهية التي نظمت بتعاون وحدات القيادات والإدارات من 16 وحتى 19 في بلة صورونا وغزال أمزا وبريخ حوسا ومدفاء والتا وبلة ميمنة. وقال إن المشاريع التي أطلقت لتحسين حياة المواطنين جزء من برامج التصدي التي تمنح الاهتمام الكبير، مؤكدا بأن أفراد قوات الدفاع جزء أساسي في هذه البرامج. وأشاد مدراء الضواحي المشاركون في الحفلات الترفيهية بدور أفراد قوات الدفاع في برامج التنمية عامة وبناء وصيانة الطرق ومساعدة أسر الشهداء والمحتاجين خاصة، موضحين بأن تنظيم حفلات الترفيه جاء للتعبير عن الشكر. وكانت قرى مديرية صنعفي قد نظمت حفلات مماثلة مؤخرا. عقد في تسني اجتماع هدف توطيد العلاقة بين مكتب الادعاء العام والشرطة والمحاكم لتنفيذ مهام منسقة وإيجابية. وأوضح مسؤول مكتب الادعاء العام في مديرية تسني السيد مريح حلاب أن الاجتماع بحث سبل الدفع بالمميزات والعمل المشترك لحل التحديات والنواقص. وتناول الاجتماع البرامج المنفذة عام 2022 وأوضاع مرتكبيها، حيث تم الإفادة بأن أغلب مرتكبي الجرائم من الذكور وتتراوح أعمارهم ما بين 15 إلى 40 سنة، ومستواهم التعليمي هو من الصف السادس وحتى التاسع. وبلغت المخالفات المرورية 140 مخالفة و100 جريمة سرقة قد رفع جميعها إلى المحاكم. وقال مسؤول الادعاء العام السيد مريح إن حل القضايا سريعا من البرامج الأساسية لمكتب الادعاء العام. عقد مدير مديرية نقفة سيد يعقوب إدريس سيمينارا لطلاب مدرسة طابرة الثانوية الداخلية حول اهتمام الشباب عامة وطلاب خاصة بالتعليم والنجاح لضمان المستقبل.
وقال أن تنشئة الشباب بالأخلاقيات الحميدة أساس جميع جوانب التطور، داعيا المجتمع لتقوية الاستثمار في الشباب والطلاب. وأوضح قائد مركز شرطة المديرية الملازم تخلى هايلي ومسؤول التحقيقات الجنائية السيد محمد عثمان بأن التعايش والاحترام المتبادل والأخلاق الحميدة والتعاون وعدم الرغبة في ممتلكات الآخرين من القيم المترسخة للمجتمع. من جهة أخرى، يقوم طلاب مدرسة صفراء الثانوية بأنشطة إصلاح الطرق والنظافة البيئية وحماية التربة وحفظ المياه. نظمت الجمعية الوطنية للمكفوفين سيميناراً يومي 16 و17 من فبراير لأعضائها لمساعدتهم في أنشطتهم. وأوضح مستشار الجمعية السيد جبر مسكل في الساية حقوق ومصالح المكفوفين ودورهم في برامج التأهيل، وذكر وجود علاقة قوية مع الجهات المعنية لحصول المكفوفين على خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى. وقال رئيس الجمعية السيد داويد في الساية أن الجمعية ظلت تساهم حسب المستطاع في السنوات 25 الماضية، موضحا الاهتمام مستقبلا لتطوير قدرات الجمعية وتحسين معيشة الأعضاء وتدريب المهني والتوعية. وشكر الدعم المقدم من الحكومة والجبهة والمواطنين في المهجر. من جانبه، أوضح مدير مديرية عدل خالة السيد عبد المسكل الحنوم أن دعم ومساعدة المكفوفين ليس من مهام الحكومة وحدها، ويجب مساعدة كافة قطاعات المجتمع. استشهد في 19 من فبراير عضو شركة ترانسفورن للنقل البري المناضل داويت قبري هوات كحساي عن عمر 74 عاما في أديس أبابا جراء مرض ألم به. التحق المناضل داويت بصفوف جبهة التحرير الإريترية في شهر يناير لعام 1975، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريترية في شهر أغسطس عام 1977، وخدم حتى الاستقلال في مختلف أجهزة ووحدات القوات المقاتلة، وبعد الاستقلال في مفوضية المواصلات ووزارة الدفاع وشركة ترانسهورن النقل البري في مختلف مستويات المسؤولية. المناضل داويد قبرهوات متزوج وأب لخمسة أبناء، وقد ورى جثمانه الثرى عصر اليوم 22 من فبراير في مقبرة الشهداء في أسمراء. وتنعى شركة ترانسهورن النقل البري استشهاد المناضل داويت قبرهوات وتقدم تعازيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي شن على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، والذي أسفر عن مقتل 3 من جنود حفظ السلام من السنغال وإصابة 5 آخرين. وفي بيان صحفي عرض أعضاء مجلس الأمن عن عمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا وكذلك إلى السنغال، وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين. وفي نفس الوقت، دعا أعضاء المجلس الحكومة الانتقالية في مالي إلى التحقيق بسرعة في الهجوم مع دعم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتعزيز المساءلة من خلال تقديم الجنات إلى العدالة، فضلا عن إعلام الدولة المساهمة بالقوات بالتقديم المحرز. وشدد أعضاء المجلس على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يعد أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة مكافحة كل الدول للتهديدات التي تشكلها الأعمال الإرهابية على السلم والأمن الدوليين بشتى السبل. فرضت إيران عقوبات على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك ردا على عقوبات أوروبية استهدفتها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أن طهران تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني، مشيرة إلى أن المستهدفين بهذه العقوبات هم 28 فردا وكيانا في الاتحاد الأوروبي
وثمانية بريطانيين، وبالإضافة إلى كيانات ومؤسسات عسكرية تشمل العقوبات الإيرانية وزراء وبرلمانيين في عدد من الدول الأوروبية وأعضاء في البرلمان. وكانت إيران أعلنت في 25 يناير فرض عقوبات جديدة على 25 شخصا وكيانا من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة ردا على عقوبات فرضها التكتل قبل يومين من ذلك. عبرت روسيا والصين عن رغبتهم في العمل معا من أجل عالم متعدد الأقطاب. جاء ذلك إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافرو وكبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يو. وكانت وزارة الخارجية الروسية قالت أن وزير الخارجية الروسي سيعقد اجتماعا مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وانغ يو. وأكد كبير الدبلوماسيين الصينيين أنه سيعمل على تقوية وتعميق العلاقات بين موسكو وبكين، ويتوقع التوصل إلى اتفاقات جديدة. جاء ذلك في عقب لقاء جمع في وقت سابق وانغ يو وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولي بيتروزوجيفيش. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على روسيا بفرض عقوبات جديدة. أبدت الصين خلال أول محادثات أمنية رسمية لها مع اليابان منذ 4 سنوات انزعاج جهاز شديد من زيارة طوكيو انفاقها الدفاعي وقدراتها العسكرية، في حين انتقدت طوكيو علاقات بكين العسكرية مع روسيا والاشتباه في استخدامها مناطق تجسس. وتأتي هذه المحادثات التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ثاني وثالث أكبر اقتصاديات العالم في الوقت الذي تخشى فيه طوكيو من لجوء بكين إلى القوة للسيطرة على تايوان، مما قد يؤدي إلى اندلاع صراع يمكن أن يورط اليابان ويعرقل التجارة العالمية. وقال سوان ويد نوانغ نائب وزير الخارجية الصيني في بداية اجتماع في طوكيو مع شيجو يامادي نائب وزير الخارجية الياباني: لقد شهد الوضع الأمني الدولي تغييرات واسعة، ونشهد عودة الأحادية والحمائية وعقلية الحرب الباردة. والصين أكبر شريك تجاري لليابان، إذا تمثل نحو 5 صادراتها وربع وارداتها تقريبا، وهي أيضا قاعدة التصنيع الرئيسية للشركات اليابانية. تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. دعوة للدفع تجميع القرى. دعوة لتعزيز التنسيق بين الشعب والجيش في التنمية. تقوية العلاقة بين الادعاء العام والشرطة والمحاكم في تسني. مجلس الأمن يدين الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي. إيران تفرض عقوبات انتقامية على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي. سعي روسي صيني من أجل عالم متعدد الأقطاب. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.